اكد وزير الخارجيه سامح شكري مجددا الرفض التام للاجراءات المتخذه لاجبار الشعب الفلسطيني على التهجير من غزه جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجيه مع نظيرته الالمانيه انالينا بيربوك عقب مباحثتهما اليوم بمقر الوزاره بالعاصمه الاداريه الجديده المعاناة الإنسانية ل2 مليون و300 ألف فلسطيني عمليات التهجير القسري من شمال القطاع إلى جنوبه والآن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الجنوب من استهداف من قتل للمدنيين بلغت 23 ألف تلتينهم من الأطفال والنساء أمر يتعدى أي مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني ويضع عبء عبء كبير على المنظومه الدوليه لاحترام القانون الدولي الإنساني. نعمل بكل جهد على توفير المساعدات نؤكد على الرفض التام للاجراءات المتخذه للضغط على الشعب الفلسطيني في غزه لاجباره على التهجير وايضا نري انه ضروره وقف اطلاق النار اصبح شيء حتمي للتعامل مع هذه الازمه